السلام عليكم. فيديو جديد. مؤخرا بديت كنجرب بزاف ديال الافكار ديال الفيديوهات، ما حتى شي حاجه ما صدقاتش، حتى حاجه ما لقيتش فيها راسي ابار الفيديوهات ديال شنو تفرجت هذا الشهر اللي كتبان ليا احسن سيره عندي. مهم غادي نبقى كنجرب نلوح مختلف الافكار ونهضر على الافلام حيت كيعجبوني بزاف. هذا الشهر ديزانستالي تيك توك انستا وحتى فيس، دونك ما بقايش كنلوح في تيك توك واخا هو اللي كانوا كيجيو منه الاغلبيه ديال اللي في هاد لاشين. دابا شي سيمانه باش حيتهم كاملين. السبب هو انني حاليا مشومي ومديبريسي وكنعاني في الصمت. المهم كنوجد البريباراسيون ماستر وكنقلب في نفس الوقت على خدمه، دونك مرون شويه. من الحاجه اللي ما كنقدرش نحبسها هي الافلام للاسف، واصلا هي اللي كتخليني نبعد على الاوفر شينكينغ. ما علينا، هاد الشهر تفرجت في الافلام الواعره، الافلام العظيمه والمشهوره في التاريخ اللي كنت مازال ما تفرجتش فيها واللي من شحال هادي وانا عاجز عليها. وكواحد كيعشق السينما خاصني نكون ديجا تفرجت فيها باش نبان عميق وخاشر في الافلام. دونك مرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله شنو تفرجت هاد الشهر نسخه يوليوز. اول فيلم تفرجت فيه هاد الشهر هو فيلم بيردمان. فيلم ما عجبنيش وما كملتش غير بزز، رغم انه خد جوائز اوسكار وتقييمات عاليه من النقاد. ما عرفتش شنو وقع، ما الفيلم شويه غادي برات بطيء، يمكن حتى المود اللي كنت فيه لعب دور وخلاني ما نستمتعش بالفيلم. الفيلم من اخراج المخرج المكسيكي اليخاندرو غونزاليس ايناريتو اللي اخرج فيلم ذا ريفيننت لليوناردو دي كابريو، وكيتعتبر من اهم المخرجين في العالم حاليا. الفيلم ببساطه تحكي قصه ريغان، واحد الممثل تقمص دور بيردمان او الرجل الطائر في عده اجزاء من افلام سوبر هيرو وكان لقى نجاح كبير. هاد الممثل غادي يعتذر انه يلعب نفس الدور في الجزء الرابع باش يوجد مسرحيه خاصه به. هنا فين كيطرح سؤال، كيفاش كيفكر هاد الممثل حتى رفض فيلم كبير مقتبس من قصص مصوره والاكيد غادي يدخل بزاف ديال الفلوس باش يلعب في مسرحيه؟ طيلاش هاد الفيلم كنشوفوا هاد الممثل مطاردو الشبح ديال دوره في بيردمان وكيعاتب فيه وكيطرح عليه اسئله عميقه. الفيلم الا بغيتي تقول عميق وتناقش مساله الفرق بين الفن الحقيقي واللي فيه واحد القيمه والفن اللي كيدخل الفلوس واللي كيتمشى مزيان في السوق. من بعد تفرجت في فيلم جود فيلاس، يا سلام، من الافلام الواعره والعظيمه اللي كتدور على العصابات والمافيا في امريكان، والفيلم مقتبس من احداث حقيقيه. الفيلم خرج سنه 1990 ومن اخراج المخرج الكبير سكورسيزي وبطولة روبرتو دينيرو. ترشح الفيلم لستة جوائز اوسكار وربح واحدة لصالح جو بيتشي كافضل ممثل مساعد. الحاجه اللي دار سكورسيزي في هذا الفيلم هو خلانا نتعاطفوا مع هذه العصابه ديال المافيا وخلى هذا العالم يبان براق ولامع، وتبغي حتى انت تسعف باش تولي رجل عصابات. وهذا الشيء اللي تيقول البطل باش يدخلنا في القصه وتيقول واحد الجمله زوينه باش تولي عضو في هذه العائله، بحال خديتي شي شهاده، بحال شي شهاده ديال قياده السيارات، شهاده كتسمح لك دير اي حاجه جات في بالك وتخلي كل شيء يحترمك ويخاف منك ويفسحوا لك الطريق كيف ما كانوا هاد الناس، سواء مسؤولين كبار سواء نجوم سينما، كيف ما كانوا كل شيء يحترمك. في الفيلم كنشوفوا البطل ديالنا كيبدا من الزيرو كيبقى يتسلق بشويه بشويه حتى كيوصل للاعمده الفوق. هذا الشيء اللي كيخلينا نتعاطفوا مع البطل ونتعلقوا به اكثر ونبغيوه يربح. الفيلم واعر بزاف. من بعد تفرجت في فيلم ان ذا هايتس، فيلم لا علاقة، ويل أدواق كتختلف ولكن فيلم عيان وما فيه شي حاجة مزيانة. الفيلم بحال شي مسرحية غنائية، الفيلم كامل هما تيغنيو تقريبا 90% غنى و 10% ديالوج. المهم فيلم باد، فيري فيري باد. من بعد تفرجت في فيلم لوكا، فيلم واعر وممتع وغادي يخليك دوز وقيته زوينة. بيسكار ديما كتجينا بشي أفلام ممتعة وفي نفس الوقت فيها بزاف ديال الافكار اللي باغي توصلها لينا وتناقشها بطريقه زوينه، بحال اخر افلامها سول اللي كان عميق وعامر بالافكار الزوينه اللي كتخليك تفكر من جديد في طموحاتك واحلامك وشغفك في الحياه. وبيان سيغ حتى هذا الفيلم ما خرجش على المالوف وكانوا فيه بعض الافكار. اولا الا كنتي تفرجتي في فيلم كال مي بي يور نيم غادي تكون لاحظتي بزاف ديال التشابه بجوج بهم كيدوروا في ايطاليا، وما يمكنش ما يجيكش لوكا تيشبه الممثل تيموتي شالمات في نفس الفيلم. بعض الناس قالوا بلي الفيلم كيلمح للمثليه، وانا تيبان ليا ببساطه تهضر على الاختلاف، كيفاش الانسان ملي كيكون مختلف ما تيقدرش يعبر على ديك الحاجه ملي المجتمع كيعتبرها عيب وخطا، وبالتالي الانسان تيتخبى وما عمرو كيبين داك الاختلاف ديالو، حيت النهار اللي غادي يبينو غادي يتعرض للرفض، وماشي غير الرفض، يقدر يتعرض حتى للعنف. هذاك الاختلاف يقدر يكون اي حاجه جات في بالك، دونك ماشي ضروري تكون المثليه. وهذه حاجه ذكيه في الفيلم. على العموم في المواعر استمتعت به، ويمكن احسن حاجه في الفيلم هي ديك الجمله سيلانسيو برونو، فكره كبيره وصلوها لك بطريقه واعره. من بعد واخيرا تفرجت في فيلم ذا جاد فادر، عرفت شحال وانت نعجز عليه مده طويله ما كاينش شي واحد ما كيهضرش لك عليه، دونك اخيرا تفرجت فيه.
الفيلم بكل صراحة ومصداقية من أعظم الأفلام اللي تنتجت في التاريخ. الفيلم خرج في سنة 1972، تحكي قصة دون فيتو كوليوني اللي تعتبر رئيس العائلة والعائلة الأكبر لها. هاد العائلة الإيطالية هي واحد من أكبر العائلات المافيا في أمريكان كاملة. دون كوليوني كبر في العمر ويمكن وصل لواحد الحقبة ديال أنه خصو خليفة ديالو يكون بحاله قاصح وذكي ويهتم بالبزنس ديال العائلة وقادر يحمي العائلة من الأعداء. هاد الفيلم كان واقعي وصور لنا بلي هاد الزعماء وأفراد المافيا حتى هما بشر وكيهتموا بالعائلة وعندهم مشاعر إنسانية، وبيان سيغ هاد الزعماء في أي لحظة يقدروا يموتوا، ماشي عندهم حصانة تجاه الموت. حاجة أخرى اللي خلات الفيلم واعر هو فيه لقطات ومشاهد أيقونية ميمكنش دغيا تنساها، مشاهد فيها ترقب لأقصى درجة غتخليك منتبه وباغي تعرف شنو غادي يوقع. ديالوغ واعر وغادي تحفظي عن ظهر قلب، تحول رهيب في الشخصية وتطورها بشكل واعر، تمثيل يا سلام روعة ومثالي خصوصا من مارلون براندو والباتشينو، موسيقى استثنائية اللي تخليك انفو تسمعها تذكر المشهد بالتفاصيل المملة ديالو. من بعد تفرج في الجزء الثاني والجزء الثالث اللي حتى هما كانوا في المستوى العالي. من بعد تفرج في فيلم The Pianist، احد اهم واشهر الافلام اللي صورت الاضطهاد والمعاناة اللي مروا بها اليهود خلال الحرب العالمية الثانية على يد النازيين. الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية تحكي قصة العازف البولندي الشهير فلاديسلاف شبيلمان وتفاصيل المعاناة اللي مر منها خلال احتلال ألمانيا لبلاده سنة 1939 وتعرضه للسجن ونجاته من المحرقة اللي راح ضحيتها الآلاف ديال اليهود باعتبار أن شبيلمان يهودي أيضا. الفيلم واعر بزاف وتبين هذيك المعاناة والجحيم اللي تعرضوا له اليهود. الفيلم حقق نجاح كبير وحصل على 3 جوائز أوسكار. من بعد تفرجت في فيلم بوب فيكشن للمخرج تارانتينو من بطولة سامويل جاكسون وجون ترافولتا. الفيلم تتبع قصة فردين من واحد العصابة وأحداثهم الطريفة في هذا العالم ديال الجريمة تقدمت بطريقة ساخرة. الفيلم فيه 4 قصص منفصلة عن بعضها البعض، لكن في واحد النقطة القصص كاملة تتلاقى وتبان لك العالم شحال صغير. الفيلم واخا ما فيهش رسالة عميقة وغير مجرد أحداث عشوائية، ولكن رغم ذلك ولا أيقونة في تاريخ السينما وتشهر بزاف بحال الحوارات ديال سامويل جاكسون ولا المحفظة ديالو ولا غير صورة ترافولتا وسامويل جاكسون غادي تكون شفتها بزاف د المرات. الفيلم واخا هكاك ممتع وغادي يخليك تدوز وقيته زوينه. من بعد تفرجت في فيلم 12 انجري مان، فيلم خرج سنة 1957 بيدو كحل وتدور كامل في غرفة واحدة تحكي قصة 12 رجل اللي كيمثلوا هيئة المحلفين خاصهم ضروري يخرجوا بقرار بالإجماع سواء أن الشخص المتهم في القضية مذنب ولا لا، يعني خاصهم يكونوا 12 صوت مقابل 0، لكن مع بداية الفيلم كاين غير 11 صوت مقابل 1. دونك كيفاش غادي يقنعوا هاد الشخص باش يبدل رأيه، وكيفاش الإنسان أصلا كيبني الرأي ديالو، واش كيكون حيادي واش كتغلب عليه العاطفة واش كيتأثر بحياته الشخصية. الفيلم تيغوص مزيان في هاد الافكار وكيحاول يهضر على الاقناع ومن كيجي واش الانسان فعلا يقدر يبدل رايه سيرتو في امور حاسمه جدا اللي غادي تحدد المصير ديال هاد المتهم. دونك احتمالات بزاف كتحط هنا، ممكن انه يكون مذنب ويطلق سراحه ويقدر يكون بريء ويتشد. دونك فيلم واعر فيه شي ساعه ونص من المتعه ومن التحليل والاجابه على الاسئله، وبيان سيغ كيطرح بزاف ديال الاسئله الفلسفيه اللي تخليك تفكر في القناعات ديالك وكيفاش مبنيه. من بعد تفرجت في فيلم ياباني سميتو تشوب ليف تشيرس، سمعت بزاف ديال الناس كيهضروا عليه وقلت نجربه. الفيلم بصراحة ماشي شي حاجة وعادي جدا ومكملته غير بالزز، أحداث بطيئة ومملة. من بعد تفرج في فيلم بلود ريد سكاي، فيلم صعب شوية ولكن ماشي شي حاجة أو التاني، حطيت عليه واحد الفيديو لا علاقة. من بعد تفرج في فيلم ميد سومر، فيلم غريب وعجيب وفي شكل تيبين لك كيفاش الثقافات مختلفة، كيفاش التدين يقدر يكون مرعب في بعض الثقافات، كيفاش تقدر تحترم ديانة غريبة وعجيبة ومجنونة، كيفاش تقدر تاكسبتي هذا الاختلاف وتقول كل واحد حر. يمكن هذه هي الفكره اللي شديت من الفيلم. في الفيلم عندنا واحد الكوبل هما الاصدقاء ديالهم تيمشيو في رحله للسويد باش يحضروا لواحد الاحتفالات كتكون مره كل 90 سنه. من بدايه الفيلم كتبان لك واحد الغرابه وتصرفات مزعجه للابطال غير باش يهيئوا لنا الظروف الغريبه اللي غادي تجي من بعد. ملي غادي تبدا ديك الطقوس الدينيه بداك الاحتفال غادي تخلق سؤال، واش هاد الضيوف خاصهم يحترموا هاد الطقوس اللي كتبان لهم عنيفه وجنونيه او لا يمنعوا داك الشيء. الفيلم مزعج وفيه لقطات صادمه. الفيلم ما كيصوروهش لك بالليل ولا تحت ضوء القمر وانما في وسط النهار. على العموم غادي تستمتع به ولكن راه عامر بالافكار واللقطات الصعبه والصادمه. من بعد تفرجت في فيلم Lost in Translation، فيلم هادئ وكيخليك تحس واحد الاحساس زوين، لقطات خفيفه وظريفه وكتبعت في نفسك راحه وطمانينه. الفيلم تيناقش الضياع في الحياه، ما عارفش شنو بغيت دير وشنو هي ذا نيكست ستيب.
الفيلم تيحكي على قصة شارلوت، واحد الامرأة شابة ومتزوجة غادي تسافر اليابان مع الزوج ديالها. الزوج ديالها مصور دونك مشغول بزاف وما عندوش الوقت، دونك في غالب الوقت كتكون كدور غير بوحدها وتتحس براسها غريبة في هاد البلاد وضيعة في هاد الحياة. في نفس الوقت عندنا واحد الممثل مشهور سميتو بوب، حتى هو في جولة في اليابان باش يصور بعض الاشهارات، حتى هو نفس السون تيحس بالوحدة في هاد الثقافة البعيدة. بوب متزوج وكبير في العمر، لكن رغم ذلك غادي يبدا علاقة صداقة مع شارلوت وغادي يبداو يدوزو في الوقت مع بعضهم البعض. رغم فارق السن الكبير بيناتهم تيلقاو بعضهم البعض واحد الصديق اللي خرجهم من وحدتهم واحساسهم بالضياع. فيلم خفيف وظريف وواحد الجو ديال الهدوء وحوارات قليله والسينماتوغرافي واعره، غادي يديك في واحد الرحله جميله وزوينه. الفيلم من بطوله سكارليت جوهانسون وبيل موراي، خرج في سنه 2003. الغريب في هذا الفيلم هو ان المخرجه صوفيا كوبولا اللي فازت على هذا الفيلم بجائزه الاوسكار لافضل سيناريو طلقات من زوجها الكاتب والمخرج الامريكي سبايك جونز اسابيع بعد عرض الفيلم، وبعد 10 سنوات غادي ينوض هذا المخرج وغادي يكتب لنا ويخرج لنا فيلم هير اللي تهوى تيحكي على الضياع والوحدة، وغادي يجيب نفس الممثلة سكارليت جوهانسون باش تلعب دور سامانتا نظام تشغيل إلكتروني فائق الذكاء، وغادي حتى هو يفوز بجائزة الأوسكار في فئة أفضل سيناريو، نفس الجائزة اللي ربحاتها زوجته السابقة الكلاشات ديال السينما. وآخر حاجة تفرج فيها في هذا الشهر هو فيلم كازابلانكا، ويا سلام على فيلم واحد من اشهر الافلام الرومانسيه في التاريخ، واللي كتدور احداثه في كازابلانكا في المغرب. تدور احداثه خلال الحرب العالميه الثانيه ملي المغرب كان تحت الاستعمار الفرنسي، في نفس الوقت المانيا احتلت فرنسا. في هذه الفتره السفر الى اوروبا وامريكا كان صعيب، دونك الاغلبيه كينقطع بهم الحبل وتيبقاو في كازا وتيتسناو تجيهم شي فرصه باش يخويو البلاد. الفيلم تيحكي على ريك، واحد خونا عنده تاريخ عامر بالمشاكل، دونك مقابل واحد البار في كازا وتيتعتبر اشهر بارشما في المدينة. في واحد النهار بالصدفة غادي يدخل عليه الحبيبة ديالو اللي دوز معاها قصة طويلة في باريس، دونك كتبدا احداث شيقة وزوينة وتمثيل يا سلام ونهاية غاية في الروعة. فيلم واعر بزاف رغم انه بيدو كحل وقديم بزاف، خرج في سنة 1942. فيلم ضروري تفرجوا فيه حيت من الكلاسيكيات ومن اشهر الافلام اللي تنتجات في هوليود، وباقين حتى لدابا الافلام الجديدة كيتانسبيراو منه بحال مثلا لا لا لاند. وكانت هذه هي الافلام اللي تفرجت فيها في هذا الشهر. شكرا بزاف على المشاهدة، نتلاقاو في فيديو جديد.